تستمر الحرب في أوكرانيا ويستمر معها التضليل الروسي، الروايات ذاتها وكذلك نظريات المؤامرة وتوابعها. ومع كل هجوم عسكري يشنه فلاديمير بوتين، تتطاير الحجج والتبريرات من الكرملين أولاً، ثم من الحشود المؤيدة له في مختلف المنصات. وسائل الإعلام الروسية التقليدية قادت عمليات التضليل المعلوماتي قبل أسابيع من الغزو، والهدف في البداية كان شيطنة الجيش الأوكراني وحكومته ورئيسه، وتوزيع اتهامات أبرزها قتل الشعب الأوكراني عمداً. ومن هذه الفبركات، وتحديداً في 22 من شهر فبراير، اتهام الحكومة الأوكرانية بالوقوف خلف تفجير عبوة ناسفة في منطقة دونباس أسفرت عن مقتل 3 مواطنين. هنا تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً زعم أنها لضحايا الهجوم قبل أن يشكك خبراء الطب الشرعي بصحتها، نظراً للتناقضات التي تجمعها هذه الصور مثل شكل المركبات والجثث ولوحات التراخيص وغيرها. في سياق التضليل أيضاً، أصدرت وزارات الخارجية والدفاع الروسية في 6 مارس بيانات تزعم أن وزارة الدفاع الأمريكية تمول أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. بعد 3 أيام زعمت السفارة الروسية في لندن أن الأوكرانيين كانوا يخططون لهجوم سام لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية. البيت الأبيض عد المزاعم الروسية علامة واضحة على احتمال استخدام بوتين أسلحة كيميائية في غزوه أوكرانيا. هذا وقادت حسابات دبلوماسية روسية حملة التضليل على موقع تويتر، خاصة بعد قصف القوات الروسية مشفى للولادة والأطفال في ماريوبول، وبررت الحسابات الهجوم على أنه شن بعد تأكيدات عن خروج المرضى والموظفين من المنشأة. وفي اليوم التالي للهجوم، دعت السفارة الروسية في لندن في تغريدة أن المشفى لم يعد يعمل وأن صور تداعيات القصف ملفقة قبل أن يحذفها الموقع، إضافة لتعليقات مشابهة. ومن القصص الملفقة التي نشرتها السفارة اتهام مدونة أوكرانية بلعب دور امرأتين حاملتين، بينما أكد حساب الأخيرة أنها كانت حاملاً بالفعل، والمرأة الأخرى التي انتشرت صورها توفيت مع طفلها بعد الهجوم. وبسبب الادعاءات غير الصحيحة والكاذبة، أغلقت منصتا فيسبوك وإنستغرام حسابات وكالة سبوتنيك الروسية وقناة روسيا اليوم وحسابات حكومية أخرى، مع اكتشاف شبكة تضم عشرات الأشخاص والحسابات والصفحات هدفها العمل لنشر الدعاية الروسية في أوكرانيا وروسيا. وأغلب حسابات الشبكة هي كيانات وهمية مزيفة، فضلاً عن تحذيرات من اختراق أطلق عليه اسم غوسترايتر، يحاول الوصول إلى حسابات على مواقع التواصل خاصة بالجيش الأوكراني وشخصيات معروفة لنشر أخبار مضللة ومزيفة. وأمام هذه المعطيات، قدمت ميتا خطوات تساهم في زيادة الوعي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تحديد المعلومات المضللة. اللعب على المشاعر القومية كان من السلوكيات التي انتهجها الداعمون للكرملين للتأثير على منصات التواصل. ووفقاً لهذا، انتشرت رواية تتهم أوكرانيا بممارسة إبادة جماعية ضد السكان الناطقين باللغة الروسية في إقليم دونباس على مدى سنوات، في تبرير وطني للغزو الروسي على حد تعبيرهم. ويوماً بعد يوم، يبدو أن حرب الإنترنت تشتد بالتوازي مع الحرب العسكرية، إلا أنها قد تكون أخطر بكثير بسبب تأثيراتها غير المحدودة وتركيزها على تضليل وعي المتلقي الذي يواجه جبهة مفتوحة من التضليل المعلوماتي.